اليوم سامر عنده عدة مقومات، عندها حضارة، عندها مراقد دينية، عندها زراعة، عندها سد، كثير من المقومات الأساسية تكون هي منطلق لكل صلاح الدين. هذا شيء إيجابي جدا. من خلال هذا القانون نحتاج إلى قضيتين، نحتاج إلى تنظيم الموارد اللي تجي ضمن القانون حتى تظهر بالمظهر الحقيقي لسامراء، ونحتاج إكمال الخدمات اللي بلشت بها. يعني سامراء اليوم أغلب الشوارع ما تقدر تدخلها بخدمات، لأنه شملت ضمن مشروع مجالس سامراء الكبير المقرمة قبل وزارة البلديات. فهناك توجه عند الأخوان في اللجنة، لأنه خارج اللجنة وفق القانون، هناك توجه عند الأخوان باللجنة بالتوجه بالنهوض بسامراء من خلال مرحليا بعض المشاريع الأساسية اللي تخص الأبنية، فندق، متحف، بانوراما، ومن بعدها مستقبلا متى ما كملت بعض أعمال المجاري تدخل بأعمال يعني هسه المجاري بلشوا يشتغلون فيها. نعم. فعليا على أرض الواقع من العام